بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، سي بي سي 2 وملعبه يحيينكم واهلا بكم وحلقه جديده. والملعب، الملعب دايما جاهز، دايما مليان، دايما في احداث ودايما في موضوعات اتمنى انها تعجبكم. لكن اهم ما في الملعب النهارده، اهم ما اعجبني، هو تكريم المعلم، تكريم كابتن حسن شحاته المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني او الاسبق. تكريم الحقيقه جه من رموز كرة القدم داخل نادي الزمالك، واتمنى ان التكريم يجي من اسرة كرة القدم في مصر كلها للكابتن حسن شحاتة بعد ان تم اختياره شخصية العام في افريقيا في كرة القدم. مبروك يا ابو كريم. خبر التاني الحقيقة لا يقل اهمية، لم يكن من وجهة نظري هو الخبر الاهم هذا العام، وهو توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي. 50 مليون جنيه نهضة للشباب، ثورة للشباب، يعني فورة للشباب. بيقولوا بلاش النهضة، لا النهضة، النهضة أصلا حاجة حلوة، لما يجي حد يبوظها دي حاجة تانية يعني، لكنه مش كل كلمة عشان حد فشل في مشروع نقول لا لا. اه طبعا طبعا، ونص واضح إنه الشباب جايين وداخلين على دور جيد مع خالد عبد العزيز وأيضا الرياضة بإذن الله عز وجل. السؤال الثالث أو العنوان الثالث هو السؤال اليومي، من يفوز في انتخابات الأهلي والزمالك؟ مين اللي هيقدر انه يحسم الموقع؟ مين اللي هيقدر انه يفوز برئاسة الاهلي ونائب الرئيس وامانة الصندوق وعضوية مجلس الادارة والامر نفسه في نادي الزمالك؟ سؤال عريض جدا، سؤال كبير جدا، يبحث عن اجابة. الاجابة خلاص فضل لها يوم الجمعة اللي جاي باذن الله تظهر النتيجة. العنوان الرابع وده عنوان مهم، مش عشان شخصيات الضيوف، عندنا الاستاذ طارق قنديل المرشح لامانة الصندوق في قائمة المهندس ابراهيم المعلم، وعندنا الاستاذ محمد سراج الدين والاستاذ محمد جمال الجرحي، والثلاثة في قائمة المهندس ابراهيم المعلم. كل اللي في قائمة المهندس محمود طاهر رفضوا تماما الظهور، كلهم هم احرار. ونفس الامر على فكرة مع قائمة الاستاذ مرتضى منصور، واعتقد انه في اتفاق ما بين القائمتين على عدم الظهور عندنا، وهذا امر يخصهم. قلنا لهم عايزين تيجوا 1000 مليون اهلا وسهلا، مش عايزين تيجوا برضو 1000 مليون اهلا وسهلا، وبالتالي لهم مطلق الحرية. من قبل دعوتنا رحبنا به، سنناقشه ونحاوره، نتعرف على اراءه، مقترحاته، افكاره، لانه الافكار مش لنفسه، الافكار للجمعية العمومية، الافكار للنادي الاهلي او لنادي الزمالك. وبالتالي كان منبرنا مفتوح عشان كل المحاورات او كل الحوارات او كل الاسئله للاجابه على الاسئله، واسئلتنا دائما وابدا بتكون في المنهج، ليست بعيدا عن المنهج، لانها لصالح اعضاء الجمعيه العموميه في كلا الناديين. النهارده كان في عدد من مباريات الدوري العام. المصري اللي كسب الاسبوع اللي فات الزمالك خسر 1-0 النهارده، لكن دي المباراه الاولى اللي جمعت ما بين المصري واتحاد الشرطه. خالد قمر في الدقيقة 9 سجل الهدف الأول، ثم المباراة الثانية والتي جمعت ألمينيا مع فريق بتروجيت، المباراة انتهت بفوز فريق بتروجيت 2-1، سجل لألمينيا محمود قعود، ثم نجح بتروجيت في إدراك هدفين أحمد الشناوي. الغريب الجول الأول في الدقيقة 3 والجول الثاني في الدقيقة 6، ومروان محسن سجل في الدقيقة 47. كده بتروجيت بيقترب بشدة وبعنف، ده طبعا مصات التسلل اتعملت بشكل سيء للغاية، وقدروا ان هم يسجلوا الهدف الثاني، وهدف 3 نقاط غاليين جدا 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 بالنسبة لفريق نادي بتروجيت. دي المباراة الحقيقة ما بين حرس الحدود والقناة، وانتهت بفوز الحرس بهدف لأحمد سالم صافي. واضح انه حلم توران مدرب له كل الاحترام وكل التقدير. الاسبوع الماضي كان قريب جدا من الفوز، ولكن القناة تعادل معه في اللحظة الاخيرة. النهاردة
بيفوز على تليفونات بني سويف 3-0. ابراهيم الهلالي بيسجل الهدف الاول، ثم اسلام جلال بيسجل الهدف الثاني. ده حرس الحدود بفوزه على فريق القنان، لكن طلائع الجيش فاز 3-0 على تليفونات بني سويف، وواضح انه حلمي طولان زي ما بقول لحضراتكم مدرب كبير. هقول لكم اللي احرز الاهداف في كل المباريات: حرس الحدود والقناه احمد سالم صافي هو اللي سجل لحرس الحدود، اتحاد الشرطه والمصري خالد قمر هو اللي سجل لاتحاد الشرطه، طلائع الجيش وتليفونات بني سويف ابراهيم الهلالي اسلام جمال ثم ابراهيم الهلالي من جديد، المنيا مع بتروجيت، المنيا محمود قعود سجل، ثم نجح بتروجيت في ادراك هدفين عن طريق احمد الشناوي ومروان محسن، عشان يبقى في نقاط هامه جدا لفريق او ثلاث نقاط هامه جدا لبتروجيت قد تصعد به او قد تؤكد صعوده الى المربع الذهبي. سبحان الله، سموحه من المجموعه الاولى، بتروجيت من المجموعه الثانيه، هم اللي بيكادوا يكونوا ضمنوا التاهل للمربع الذهبي. تامر جابر والنشرة بصوته وفاصل، ثم نعود اليكم في حلقه ساخنه جدا جدا جدا. خالد عبد العزيز يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتشغيل الشباب. وزير الرياضة يدرس تعيين مجلس مؤقت لإدارة نادي المصري. الأمانة العامة للقوات المسلحة توافق على إقامة مباريات الأهلي والزمالك بالمكس. طبيب الأهلي يستبعد سفر عماد متعب لاستكمال العلاج ويؤكد عودته للملعب بعد شهر. الأهلي يقرر إقامة حفل التتويج العالمي والخطيب يجتمع باللاعبين لتحفيزهم. سمير زاهر يلتقي مسؤولي اتحاد الكرة في زيارة ودية للجبلاية. الزمالك يكرم حسن شحاتة ويهديه درعا وكأس وتيشر. الزمالك يستقر على إقامة 90 لجنة انتخابية. مصطفى عفروتو ينتظر قرار الجبلاية للتوقيع للجونة رسميا. رئيس إمبي يرفض توقيع عقوبات مالية على اللاعبين رغم التعادل السادس في الدوري. 48 ساعة راحة سلبية للاعب الاتحاد السكندري بعد التعادل مع المقاولون في الدوري. خالد عبد العزيز يكرم منتخب الشباب للتنس بعد اللقب الإفريقي. العربي يرفض رغبة الاتحاد الكويتي بالاحتكام إلى اللجنة الأولمبية لفض النزاع القائم بين الاتحاد والنادي. مانشستر يونايتد يلجأ للمباريات الاستعراضية للحفاظ على علامته التجارية. ريال مدريد يعرض 25 مليون استرليني لضم جو هارت. برشلونة يمدد عقد ميسي حتى 2019 خوفا من أموال الخليج. We'll be right back.